كابتن ربيع، بالمناسبه واحنا بنتكلم مع الكابتن ايهاب، الكابتن ايهاب النهارده انا سمعت له تصريح تلفزيوني بيتكلم بيقول ان هو مش عايز، يعني بيشك في ان هو يقدر يكمل مع مصر المقاصه بهذا الشكل. ليه؟ بيقول لك يعني ان هو الهدف من المدرب لما اجيبه، او الهدف بالنسبه لاداره النادي، في ناس بتدير الكوره كصناعه وفي ناس بتدير الكوره اهلي وزمالك بطولات مهما حصل. طبعا عشان كده الناس كانت بتنتقد اداره الاهلي في رمضان وفي غنى، ولكن بعد كده جابوا لعيبه ثانيه. لا لما يجي الارقام دي ابيع واودي واقفش قدام اي حد، بس بتكلم على النادي. اساس تخطيط النادي ونظام النادي وجماهيريه النادي بطوله رقم واحد يا اسلام. النادي بطولات ما ينفعش، حتى لو 50 مليون ما ينفعش. وفي انديه صناعه الكره بالنسبه لها، ما تاخدش دوري كل 100 سنه مره، مع احترامي الشديد. الكره في مصر بطولات اهلي وزمالك صراحه. لن يتغير يا كابتن ربيع، لن يتغير. انت حضرتك عندك يعني يقين بهذا الموضوع يا اسلام؟ احنا شايفين يا كابتن. انا انا واقعي. انا نفسي انا نفسي الاقي لا خلاص سلام اسلام. وانا بكلمك مش بكلمك بعين وعقل طبعا. لا وبكلمك. انا قلت لحضرتك وبكلمك وانا لعيب كوره ومدرب كوره طبعا. هو انا بتكلم ولا يا كابتن احمد؟ طبعا طبعا. انا بتكلم طبعًا. باصول. فالنهارده انت هتمشي ليه؟ ما انت زي الفل والامور تمام ومعامل نتائج كويسه جدا، والمقصه مش هيخرج مربع الذهب. يمكن يكون بيضغط على لعيبته شويه بالك مثلا. لا احنا ماشي. هو شخصيه ايهاب، وايهاب راجل طيب ومحترم ومعاه اداره محترمه ومعاه لعيبه محترمه بصراحه ومعاه جمهور، المنظومه ماشيه في المقصه. انما عشان تحقق بطوله عن طريق ايه عارف يا اسلام؟ الكاس. ممكن الكاس. حرس الحدود خدنا اثنين كاس وواحد سوبر. شوف انا قلت لك كاس وانت رايح كاس على طول. يعني متفقين في الاراء وفي الكلام. ما هو اللي هياخد كاس ممكن الكلام. انما بطوله الدوري في مصر زي ما قلت لك لحد خد بالك لحد الزمالك. وخلينا واقعيين. هو انت بتتكلم طبعا مليون في المية، وده بقول لك ده واقع يا كابتن. كابتن بتكلم بجد اللي انا اعرف هقول لك تاريخ وعرف اتربينا عليه. لكن في بعض المواقف، في بعض المواقف انت ال 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 اللي هم الفتوات اللي وراك، ما هو انت ساعات بتروح تضرب عشان وراك 200 واحد وانت ممكن ما تكونش مؤهل ان انت تضرب، بس الناس خايفه من اللي حواليك. ده الجمهور بتاع الاهلي والزمالك اللي كانوا بيساعدوه طبعا. يعني انا مش بتكلم على الاهلي والزمالك عشان احنا يعني بننتمي لهذه الانديه. لا يا كابتن، لا يا كابتن. ال ال الجمهور، الجمهور ما بقاش موجود على فكره. ويمكن انا قلت لك كلمه وهكررها. اتفضل. في بعض المواقف، في بعض المواقف كان الجمهور بيتأثر التحكيم بيتأثر بالجمهور، لكن ده كمان مش موجود.